بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جالنا على صفحة المرأة، يعني هو زوج وزوج، يعني شاب وفتاة بعتين السؤال مع بعض، يعني بيقولوا إن هما في شهر العسل، وبيقولوا إن هو يعني في سرعة قذف يعني، ويعملوا معاها إيه؟ وطبعا السؤال المزدوج يعني جاي من الزوج والزوجة، طبعا معناه إن الموضوع يعني إيه قلقهم. ولكن هو احنا ما بنحكمش على سرعه القذف نهائيا في شهر العسل، الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه يعني اكتر من مره. شهر العسل طبعا بتبقى فيه ترقب وشوق وانتظار، وبيبقى الفتحه عند الانثى بتبقى لسه يعني ما حصلش تمدد كافي، فده بيعمل ضغط على راس القضيب، ده بيزود حاجه اسمها الجلاندز بالبوس بنجلس فليكس، يعني رد فعل العضله القذيفه، فايه بيزود سرعة القذف. فيعني ببساطة يعني إن سرعة القذف بتبقى ترانزيانت في الهانيمون، يعني سرعة القذف بتبقى حاجة وقتية في شهر العسل. دايما الشباب بيشتكوا إن في سرعة قذف في شهر العسل، ولكن ما بنديهاش أي علاج ولا أي حاجة، بنسيب الأمور غالبا بعد شهر العسل الأمور بتستقر يعني إلى حد كبير. لو استمرت بعد شهر العسل بنبدأ نفكر في إن إحنا نبدأ نعالج دوائياً، سواء بالكريمات الموضعية أو بالأقراص أو حتى عملية في الحالات اللي هي فيها مشكلة حقيقية، ولكن ما أقيمش سرعة القذف أبداً في شهر العسل، أو لو المريض مش على علاقة منتظمة مع الزوجة، يعني المريض بيسافر مثلاً أو الزوج بيسافر مثلاً أو شغله بيبقى بعيد عن البيت فترة، عادة بيبقى فيه احتقان ودايما بيبقى فيه سرعة قذف مثلا في أول لقاء له مع الزوجة، ولكن عادة بتلاقي لقاءاته التانية بيبقى الأمور كويسة، فتبقى الزوجة مشكلتها إن هو أو الزوج مشكلته، ما هي مشكلة للطرفين يعني إن هو بيبقى مثلا في سرعة قذف في المرة الأولى لو هو بقى له فترة، دي حاجة عادية، دي ما نقدرش نعتبرها سرعة قذف، لأن المرات التانية بتبقى الدنيا كويسة. فإذا ما أقدرش أحكم على سرعة القذف في حالات اللي هي الترقب أو في حالات عدم الممارسة بصفة منتظمة، حالة الترقب يعني مثلا اللي هو شهر العسل، يعني لسه بقى زوج جديد ولسه في بقى يعني الدنيا بيبقى فيه شوق وفي رغبة عارمة من الطرفين، وبيبقى الفتحة التناسلية لسه ما حصلش الاكوموديشن او تكيف على حجم العضو الذكري، دي بيبقى فيها سرعة قذف عادية جدا وما فيهاش مشكلة، والامور بتتحسن لوحدها من غير اي حاجة بعد شهر العسل. ما تحسنتش ودي نسبة قليلة قوي، بنلجأ للطبيب. وشكرا.